ما يعني هذه التسميات ما بحب مسرحية وشي، لا أنا برأيي طبعا الرئيس نبيه بري بهذه اللحظة عمل واجبه أنه يدعو لجلسة لمجلس النواب، وهذا كان مطلوب، الكل كان عم بيطالب رئيس مجلس النواب أنه يعمل جلسة مجلس النواب، وهو أسرع بالأمور بعد إقرار الموازنة، وهو كان قايل أنه أنا بدي أدعي، بس ما كان حدا متوقع بهالسرعة، يعني بعد جلسة الموازنة بيومين تقريبا عمل جلسة، لذلك كان مفاجئ للجميع، منشان هيك ما كانوا كل محضر أوراقه، رغم كل الناس بتعرف انه رايحين على انتخابات رئاسيه، بس واضح لا قوى التغيير ولا المعارضه حاسمه امورها ولا القوى اللي هي موجوده بالسلطه اليوم حاسمه امورها، لذلك كانت مهمه كثير انا برايي هالجلسه لتضع النقاط على الحروف، لا هذه جلسه جديه، جلسه مهمه كثير بغض النظر عن التفاصيل يعني. هو التفاصيل بدنا نفوت فيها لانه التفاصيل تكشف يعني طبعا سورة. هلا البقى يعني انا عجبني نص كتبه الاستاذ حسن خليل اللي هو معارض للرئيس بري وشارك بالانتخابات، بقول انه تبين بهالجلسه انه افضل واحد عم بيدير مجلس النواب هو نبيه بري، يعني انه بمعنى انه في قدامه ناس بعدهم عم يتعلموا بالعمل يعني 30 السياسي. سنه بالمجلس يفترض ايه انه صار عنده خبره الكافية. وهذا سكوت وهذا عاد وهذا هذاك، ففي هذا انا برايي هذه موجوده، انا من زمان من 72 كان عمري 12 سنه بتابع جلسات مجلس النواب بالصحف، كيف كانوا ينكتوا كيف كانوا يحكوا، يعني هذا موجود مجلس النواب اللبناني، جانب الطرافي فيه دائما موجود. يمكن مرة أستاذ كمال جنبلاط عمل تصريح عن صعب إسلام، استخدم كلمة ما بعرف بنعول بنعول هذيك، بقي صعب إسلام يومين يفكر شو معناتها الكلمة ليرد عليه، آخر شيء قالوا له إنه سألوا لنا كمال جنبلاط، قال له هذه كلمة هيك طلعتها أنا، ما لها معنى بس بدي شغله لصعب إسلام، هذا بس الأهم. يمكن الطرافي كانت موجودة وكل هذا المشهد كان موجود يمكن بدون ما يكون البلد مارق بأسوأ أزمة اقتصادية بتاريخه. هذا يعني وحتى اللبنانيين مثل المصريين بس تزيد الأزمات بروحوا على الطرافي، يعني هذا جزء من تصور اللي بيشتغلوا بعلم النفس وعلم الاجتماع، لأن الذهاب إلى الفكاهة أو الطرافي لمواجهة الأزمات أحيانا تخفف وحجم البؤس الموجود. إيه يعني وضع طبعا وضع لا يعني واحد طبعا بيشعر بألم كبير، وطبعا لازم يكونوا جديين أكثر، بس إنه هذا المشهد جزء من المشهد اللي أنا بدي أقوله بشكل يعني تقييمي الجدي ومن خلال متابعتي. أول شيء اللي صار كتير مهم كتير كشف أوراق كتير، تكتيك المعارضة لم يكن ناجحا برأيي أنا، واضح إنه ما عندهم لا رؤية مشتركة رغم المبادرة المهمة اللي عملوها نواب التغيير، بس تبين حتى الآن هذه المبادرة ما كملوا فيها ليوصلوا لشيء مشترك مع بقية القوى سواء المعارضة أو غير المعارضة. واضح الحلفاء لحزب الله عملوا تكتيك كان مفاجئ لكن كان مهم أنا برأيي، ما كشفوا أوراقهم وأبقوا مجال التفاوض والحوار مع الآخرين مفتوح، لا تبنوا مرشح معين وبنفس الوقت ما خلوا وضعهم يتخلخل، لانه اي مرشح كانوا بدهم يتبنوا بدون في توافق عليه راح يكشف انه هن منقسمين، لذلك بقيت الورقه البيضاء هي الخيار الافضل. انا برايي كان هذا التكتيك افضل ناجح تكتيكيا عم نحكي، وان كانوا هن امام تحدي لا بعدين شو بدهم يعملوا، يعني لا يكتفي هذه الجلسه بهالامور. المعارضه مشكلتها اول شيء مش متفقه على مرشح واحد، مختلفين بين بعض البعض. ثانيا حتى المعارضة وقت ما أنه أنا بغض نظر موضوع على إيران وما صبية اللي قتلت، أنه هذه مش بمجلس نواب، أنا بدي اتضامن مع النساء الإيرانيات بروح بالضامن، بس هذه جلسة مجلس نواب بدي حدد خياراتي السياسية أي حدا بدي اختاره. الشاهد بالموضوع الخلاصة بالموضوع المعارضة اليوم أمام تحدي، أول شيء ترتيب أوراق الداخلية لتفهم شو بدها، إذا كانت حرقوا ميشيل معوض افتراضاً وحرقوا. بدي أسألك عن هذه النقطة، إذا ما جرى يوم أمس هو وضع بشكل نهائي أي إمكانية لوصول ميشيل معوض، وهل أخطأ أصلاً؟ إنه هلأ هو عم بيقول إنه أنا أعطوني 35 صوت بعتقد 36 هذا إنه بيكمل، بس هذه رسالة للي طرحوا لميشيل معوض إنه أنت ما بتاخذ أكثر من الأصوات، لا القوى التغيير مد بنيتك كلها سوا ولا الآخرين رح يتبنوك، خلينا نفتش على بديل. أنا تقدير اللي اختار ميشيل معوض، وميشيل معوض مقارنة بالدكتور جعجع مثلا هو أخف حدة نسبيا يعني. من دفع بميشيل معوض أو من كان صاحب هذا الخيار؟ ما عندي معلومات. المملكة العربية السعودية ما عندي معلومات، معروف جدا يعني قرب بيت معوض، علاقاته بالأمريكاني منيحة. أنا تقديري
اللي عمل هذا التكتيك حتى لو انه ميشيل عوض انبسط انه اسمه انطرح، لكن الهدف منه حرق ميشيل عوض. هل تم التضحيه به من قبل من تربطوا علاقه جيده بهم ليشوفوا وين الميزان؟ انا هذا استنتاجي، تم احراق ميشيل عوض للبحث عن بديل، هذا من قبل اللي تبنوا ميشيل معوض، لانه كان الخيار الجدي اكثر، وانا تقديري كان يمكن هذا الشخص هو صلاح حنان. صلاح حنان على الاقل امكانيه التفاوض حوله مع القوى الثانيه ممكنه، تقديري انا صلاح حنان ما عامل هذه الحده بالخطاب اللي عامله ميشيل معوض، اللي هو خاض الانتخابات ضد حزب الله بشكل مباشر وفاقع، وحليف اللواء اشرف ريفي وفؤاد مخزومي اللي هن اكثر الان شراسه ضد حزب الله، وحليف القوات اللبنانيه. طب انه مين بده يتبناك؟ يعني نحكي هلا بواقعيه مع احترامي لشخصه بغض النظر عن ارائي، وانا مؤسسه رنان معوض نحن شاركنا كثير بنشاطات لها ايام كانت تتبنى الحوار وتعمل على نشر ثقافه المجتمع المدني، كانت مؤسسه كثير ناشطه، وكنا نحن بعدنا ببدايات عملنا بإصار المجتمع. لكن خطاب ميشيل معوض مثل خطاب اللواء أشرف ريفي مخزومي لم يعد هو قابل للتفاوض حوله الآن، لأنه عم يطرحوا خطاب تصعيدي إلى أقصى الحدود. هذا الموضوع أنا تقديري ميشيل معوض تبين أنه هو ليس هو المرشح النهائي، يعني لازم قوى، خصوصا إذا بدنا نروح على نفس المعارضة بعد ما رحنا على القوى الثانية. طيب لا قوى التغيير قبلت فيه إذا هي صوتت بإطار آخر، ولا الجو السني اذا صح التعبير، يعني المستقلون السنه تبنوا فضل يعني يكون بعيد عن، اما راحوا على ورقه بيضاء مثل الجماعه الاسلاميه او راحوا على لبنان او صيغ اخرى، دليل انه ما في تفاهم حوله، فبدنا نقلب الصفحه. القوه الثانيه لان عندها مشكله بعد ما في تفاهمات بين استاذ جبران باسيل استاذ سليمان فرنجي على تبني شخصيه معينه، يعني ما بيقدروا يفاوضوا الاخرين وهن متفرقين، لذلك عندهم هن مشكله، لكن اخفوا المشكله او اجلوها، يعني انا برايي بس واضح الان بدهم يعرفوا هن اقصى ما يمكن يجيبوه ضمن هذا السياق. اذا تبنوا مرشح ما في توافق مع الاخرين 63 صوت، حتى 63 ورقه بيضاء اذا كانت الجماعه الاسلاميه من ضمنهم او في ناس ثانيين من ضمنهم، دليل انه هن ما عندهم قدره ليجيبوا حتى بال 65 عم نحكي، اذا ما تحالفوا مع جنبلاط او ما تحالفوا مع التغييرين، مما يعني كمان يفترض بهي القوى اول شيء ترتب اوضاع الداخليه لتتفاهم على مرشح قابل انه ياخذ اصوات من جهات اخرى. بس الواضح جدا اللي صار امبارح، يعني اذا بدنا ناخذ معيار كم حصلت الورقه البيضاء على اصوات وهي معروف من اين اتت فيما يتعلق بالمعسكر السياسي مقارنه مع ما تمكنت القوات وحلفائها من تحصيله من ارقام، وربطا بالشيء اللي صار بجلسه انتخاب رئيس المجلس النيابي، انه في حال اتخذ قرار فيك تسميه قرار مواجهه قرار حسم، الدفه السياسيه في المجلس اغلبيتها واضحه او القدره على اخذ القرار واضحه. ايضا بيخدق على السؤال انه حزب الله وحلفائه ولو هن مختلفين على الاسم فيما بينهم، بس نفس الوقت ما بدهم يروحوا على مشكل او ما بدهم يروحوا على قرار مواجهه، وفضلوا يعني عرض عضلات بدون وتوجيه رسائل انه اذا بدكم فينا بالتكتيك، التكتيك اللي اعتمده حزب الله وحلفائه، يعني رئيس نبيه بيري كتله التنميه والتحرير، تيار المرضى، تيار ديكي، هم نجحوا اول شيء يقولوا نحن ما عندنا خيار الان محسوم، نحن جاهزين للتفاوض، وبنفس الوقت تبين انه هن متماسكين بين بعضهم ولو بالشكل الان بغض النظر عن الموضوع. جاهزين بس للتفاوض ولا كمان نحن لا نرغب بالمواجهه انطلاقا يعني من التجربه؟ ما عندهم قدره على المواجهه، اذا بنكون موضوعيين المره غير 2016 لا عندهم 65 صوت حتى لو راحوا على انتخاب، حتى لو كان معهم الرئيس نبيه بري وافتراضا الا اذا جملات صار معهم ما قدروا يجيبوا 65 صوت، فدليل انه هن عندهم مشكله بهذا الموضوع ما بيقدروا يواجهوا. خلينا نكون واضحين، هذه مش معركه نائب رئيس مجلس النواب، نائب رئيس مجلس النواب حتى صار في تسويات، يعني اختيار الياس ابو صعب لو ما صار في تسويه ما اخذ 65 صوت. الان انا تقديري نحن امام انقسام حقيقي اذا ما في توافق، وهذا اللي يعني في كمان بهذا الموضوع اللي حكاه للرئيس نبيه بري، وما بعرف اذا الاستاذ سامي جميل قال يمكن حكى، اذا ما في توافق ما في رئيس، ما في رئيس جمهوريه، مع احترامي للي بيدعو للديمقراطيه، بس اخر شيء بدك 86 صوت لتعمل جلسه وبدك 65 صوت لتنتخب الرئيس. اذا ما في توافق بين هالكتلتين، الكتل الكبيره وجزء من كتل جديده، ما راح حدا ينجح اساسا، ما بيجيب 65 صوت.